السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. اليوم سأشارك معكم نقطة مهمة في حياتنا، لهذا خذ ورقة وقلم واكتب ورائي. يتبادر في أذهان الكثير منا عبارة من أنا، لهذا سأقول لك عن من تكون. سأقول لك حدثني عن أهدافك، أقول لك من أنت. أنت مجموعة من الطموحات والأهداف والإنجازات، وما يشغل طموحنا هو ما يدفعنا كل صباح للاستيقاظ مبكرا، يقول لنا هيا نعمل سويا ونبذل الجهد كي نصل إلى تحقيق هدفك. كذلك أهدافنا هي ذلك السر الذي تكمن فيه قيمتنا الحقيقية في الحياة وبين الناس. لذلك يجب أن يكون لنا هدف محدد ومكتوب نسعى لتحقيقه، لأن النجاح هو عبارة عن السعي وراء الهدف كي نحققه حتى نذوق طعم النجاح ونسعد به. ومن أجل تحقيق أهدافنا فإننا نحتاج إلى أهم عنصر، وهو التحفيز الذاتي، لأن التحفيز الذاتي يجعلك تستمر في تحقيق أهدافك. تذكر دائما أهدافك واجعلها نصب عينيك، قسمها إلى أهداف صغيرة كي يسهل عليك إنجازها. تخيل نفسك قد نجحت، لأن هذا سيمنحك طاقة وتحفيز من أجل الاستمرار للوصول إلى هدفك. كذلك تذكر إنجازاتك حتى ولو كانت صغيرة، فإن ذلك سيعطيك قوة وتحفيز من أجل الاستمرار على بلوغ هدفك المنشود. كذلك يجب علينا الاهتمام بصحتنا، نم مبكرا واستيقظ مبكرا، واعطي لجسمك قدر كافي من الراحة. تذكر علاقتك بربك، لأن هي التي تمنحك القوة والقدرة على الإنجاز، وتوكل عليه. في النهاية لا تضيع أوقات عمرك فيما لا يفيدك، واستغل وقتك أحسن استغلال، وإن شاء الله ستصل إلى هدفك المنشود وتعرف نفسك من تكون. في أمان الله.